في هذا الفيديو راح نشوف اكثر من اقتراح عشوائي من اللاعبين اذا صارت راح تصير اللعبه مره اوبي. راح نشوف اقتراحات عشوائيه منها جيرز ومنها اجزاء ومنها ابطال. بس قبل ما نبدا بذات الفيديو لا تنسى تخلينا لايك اشتراك فعل زر الجرس عمود نستمر بالقناه. وبس خليكم يا الفيديو. اول شيء حنبدا بالجيرز. اول جيرز عندنا هو جيرز الهبوط. اي سوبر شبيه السوبر ادجار راح يحصل على السرعه بنسبه 60% و80% و100%، وبعد الهبوط راح يحصل على الدرع بنسبه 10% و8.5% و7%. الابطال المقترحين للجيرز هم ادجار، بوني، والالبريمو. جيرز اللعنة، فازت هذا الجيرز دم يصير عندك نسبة الصحة 50%، راح يصير عندك نسبة الدمج 20%، وراح تقل ضرر العدو بنسبة 6%. جيرز الاصطدام، فازت هذا الجيرز يعطي سرعة الحيوان بنسبة 20% إلى 40%، وزيادة نصف قطر الاصطدام بنسبة 25% إلى 35%، أقل من نص ثانية. اقتراحات اللاعبين على الأجهزة. قبعة الديناميك، فازت هذا الجهاز إنه الديناميك راح يحصل درع مدته 3 ثواني وحماية من الضرر بنسبة 1300 دامج. تجميد سهل، فادت هذا الجهاز انه راح يسوي سيرج حصن على نفسه، اي رصاصة راح تتقرب على هذا الحصن راح تتبطأ بنسبة 35% والاعداء بنسبة 15%. صفحات اضافية، فادت هذا الجهاز اذا كوليف ضيعت السوبر راح تقدر تشحن السوبر مرة ثانية بنسبة 50%. راح نشوف اقتراحات الابطال من اللاعبين. اول بطل عندنا هو مايرول، نسبة الهيل عنده 540 بالليفل واحد. ضربة مايرول تترك اثر وراء تدمج اكثر من 766 اذا حد وقف عليها. سوبر مايرول اي شخص راح يتاثر من السوبر ما راح يقدر يشوف وراح ياخذ دمج بنسبة 588 لمدة 2.5 من الثانية. البطل الثاني هو فان، تكون نسبة الهيل عنده 7950. ضربة فان عبارة عن منصة تؤدي دمجها اكثر من 2200 دمج. سوبر فان عبارة عن يسحب الاعداء لمعدته اقل من ثانيتين.